جزيلا سيد المستشار على هذا السؤال الهام. هذه العمليات تكتسي أهمية بالغة في بلادنا، وأطلقت هذه السنة بتعليمات من صاحب الجلالة نصر الله ابتداء من 5 يونيو 2023. وكيف تتعرفوا هذه العملية فريدة من نوعها وتستلزم تعبئة الإمكانيات اللوجستيكية الضرورية وأيضا تضافر جهود العديد من المتدخلين حتى يتسنى لأفراد جاليتنا السفر في ظروف مريحة وآمنة سواء عبر الطائرات أو عبر البحر. وفيما يخص عملية العبور عبر البحر، لهذه السنة عملت الوزارة على توفير طاقة استيعابية تستجب للتدفقات المنتظرة خلال فترة الذروة. تم تعبئة 32 سفينة لتشغيلها على 12 خط بحري لربط الموانئ المغربية بنظيرتها في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وذلك لتأمين 538 رحلة أسبوعية بسعة إجمالية تقدر ب 500,000 مسافر و 135,000 سيارة كل أسبوع. واليوم بفضل تضافر جهود الجميع يمكن أن نقول أن العملية تمر عموما في ظروف جيدة منذ انطلاقها قبل شهر، حيث تم تسجيل ارتفاع في أعداد الوافدين عبر مختلف نقاط العبور المينائي بحوالي 28% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وهذا يرجع أساسا إلى تاريخ مناسبة عيد الأضحى هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية. أما فيما يخص أسعار التذاكر، وكما هو معلوم فقد عرفت أسعار النقل على المستوى العالمي ارتفاع مهم مقارنة مع سنة 2019 نتيجة التضخم الذي يعيشه العالم. وقد عملت الوزارة مؤخرا على حث الشركات البحرية الوطنية والأجنبية لخفض تعريفاتها الخاصة بعملية العبور، واستجابت عدد من الشركات حيث عرضت تخفيضات تفضيلية على أثمنة التذاكر بلغت 25%. عموما فإن أسعار تذاكر النقل البحري المسجلة إلى حد الآن قد عرفت انخفاضا نسبيا مقارنة مع السنة الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار تذاكر النقل البري البحري للمسافرين محررة وتتخضع القانون العرض والطلب، وذلك في إطار الخيار الاستراتيجي اللي نهجته بلادنا منذ حوالي 20 سنة والمتمثل في تحرير خدمات النقل الجوي والبحري خصوصا مع الاتحاد الأوروبي، وفتح المجال للقطاع الخاص لاستغلال خدمات النقل في إطار قواعد المنافسة الحرة. ويمكن القول أن بلادنا نجحت بالفعل في خلق سوق نقلية نشيطة بين المغرب وأوروبا تتنافس فيها عدة شركات بحرية وجوية وطرقية أيضا. ومن جهة أخرى تم إعادة اعتماد الحجز المسبق للتذاكر على غرار السنة الفارطة في كافة الخطوط البحرية بما في ذلك الخطين طنجة المتوسط الجزيرة الخضراء وطنجة المدينة الطريفة، وذلك لضمان انسيابية التنقل. وشكرا.